الشيف وسيم ونصبح عليه ونقول له اهلا بيك معانا وسعداء بوجودك معانا لاول مره أنا كمان وانضمامك سعد. لجروب شيفات بيتنا احلى. يا أهلا فيكم، الله اهلا يسلمكم بيك. يا رب. اهلا بيك، صباحك فل شيف وسيم. يا صباح النور يا ميت، مرحبا. الله النهارده يسلمك. بقى المنيو بتاعنا هنبدا بايه؟ ومطبخ تركي. مطبخ تركي. ايوه مطبخ تركي، بس طبعا الحلويات ما هي تركية، فقط الوجبة الرئيسية حتكون تركية. الوجبة الرئيسية اسمها كارنياريك. كارنياريك هي البطن المشقوق أو مشقوق البطن، هو باذنجان. هو الأصل كان اسمه إمام بايلد. إمام بايلد له ثلاث روايات، هو أساسه بدون لحمة. بيشقوا بطن الباذنجان وبنحطه على الزيت، وبعدين بنحشيه بندورة، مية بندورة اللي هي بتسموها أنتو صلصة الطماطم، توم وما توم وهذا الكلام ده. فالأصل إمام بايلد لها ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه في واحد إمام زوجته هي اخترعتها، فمن كثر ما حبها أغمي عليه فسموها بيلد. بيلد يعني إيه الحب ده كله؟ الثانية، الرواية الثانية هي أنه الأكلة كانت بالنسبة له تقيلة على معدته، برضه أغمي عليه. الثالثة أنه تزوج من واحدة بنت تبع تاجر بالزيت الزيتون، ويوم من الايام كانت كل يوم تعمل له اياها بزيت زيتون، لانه هي اساسها بزيت زيتون بالنسبه لامام بيلد. هاي دي مش بزيت زيتون اللي حنعملها، المحرفه بقى دي المحرفه المبتكره. ايوه فزوجته ما عملت له اياها بيوم من الايام، قالت له خلص الزيت الزيتون فاغمي عليه. فدي ثلاث روايات يعني ثلاث مرات اغمي عليه بالضبط كده. بس صدق قصه حلوه، يعني قصه الاكله حلوه في النهايه. فحتى دلوقتي بتركيا بيقول لك اذا حب الاكل كثير بيقول لك بيلضم، يعني اغمي عليه من كثر ما حبيتها، يعني اخذوها من الكلمه دي. ده تعبير عندهم يعني، بيقول يعني لما يبقى عند حد وبيقدم له الاكل فيروح قايل الجمله دي علشان يقول له يعني كبست على نفسي من الحلاوه يعني. حلاوه يعني. جميل. طيب مكوناتها ايه؟ مكوناتها هي الباذنجان طبعا اللي هو الرئيسي. نحن بنقشره بشكل خطوط حتى ما يعني، لانه اذا بدك تقليه زي ما هو بيفجر. فمعروف الباذنجان شويتي او قليتي، هو في قشره بيعبي وبيفجر. فاحنا بنعمله خطوط، وبعد ما نعمل خطوط بنشق بطنه. ايوه وبنملحه طبعا، بنحط له الملح. طبعا كان الموضوع ده هشرحه باثناء الشغل. أيوة. طب يلا بينا نبتدي. طيب قول لنا بس كده المقادير سريعا وبعدين في عندنا الباذنجان، وفي عندنا اللي هو الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر اللي هم دول من ضمن الحشوه. في عندنا اللي هي اللحمه البون فيليه، هي اطرى لحمه بظهر العجل. هي اطرى لحمه، ممكن نستعمل اي لحمه بس هي يعني بتعطي لذه اكثر. في عندنا اللي هي البندوره المقشره، صلصه البندوره وصلصه الفلفل والثوم المقشر. دول طبعا بصل هو الاساس، يعني بصل هو اللي نحن البصل بالبدايه. هذه المكونات الرئيسيه. يلا بينا نبتدي بقى نشوف معك الخطوات. تمام، هنبتدي اول حاجه بالنسبه لل حضرتك قلت ان اللحمه ممكن نجيب اي نوع لحمه تاني، لان ده ممكن يكون في بعض الاماكن اغلى نوع لحمه شويه، فممكن لو عندي اللحمه العاديه اقطعها انا يعني شرايح رفيعه كده واستخدمها عادي. نعم صحيح، يعني ممكن اقطعها، يعني هي مش شرايح شرايح، بنعملها مربعات. عايزها كبيره شويه. اها، يعني هي الفكره وين؟ بالنسبه للكارنياريك، الكارنياريك نحن منميزها عن المسقعة باللحمة، يعني هي بتشبه المسقعة. بس الفكرة هي اللي بتفرق معها بالضبط هي المنظر، طريقة التقديم هي أحلى، لأنه هي زي القارب اللي معبى لحمة. وبعدين اللحمة بالوحدة كده يعني بتبقى شكلها لطيف، شكلها أحلى. اللحمة لما تكون لحمة خشنة كبيرة بتطلع ألذ، يعني هي دي اللي بتميز طعم اللحمه، يبقى كمان باين قوي فيها مش تماما خالص. تماما. دي وهنا في البتنجان كمان بيستخدموه في الشوي كتير يا تسنيم، لو تلاحظي بيحط الكفته وبعدين بعدها بتنجان وطماطم وفلفل، يعني بيستخدمها كانها زي من انواع الكباب عندهم. الطماطم والفلفل بالبصل حاجه ثابته معاهم يعني. هو بصراحه بالنسبه للبتنجان التركي بيتميز عن البتنجان في الدول العربيه انه كتير حلو. البتنجان التركي كتير حلو. ف ما عندهمش البتنجان الابيض بتاعنا، ما اعرفش عندكم في سوريا ولا لا، والبتنجان الصغير مش موجود كتير يعني. حتى لما بيجوا يعملوا محشي بيعملوه بالبتنجان الكبير، يقسموه نصين ويجففوه زي عندنا احنا، بنجيبه صغير كده. نادرا، يمكن مره واحده اللي شفت فيها بتنجان ابيض هنا يا تسنيم. اكيد عرب اللي جايبينه. لا السوق كان في سوق الفاتح.
كانت مره بزمان جدا، مره وحيده اللي انا شفته فيها، وكان كمان الحجم مش صغير، كانت الاحجام الكبيره دي. فلازم يكون الزيت شوي حامي عشان ما يطلع ميه البصل، لانه اذا ما كان حامي زياده بيطلع ميه البصل. يعني ننزل الزيت على ننزل البصل على زيت سخن، زيت حامي شويه. تبدأ تقلب فيه. شوف وسيم، انت تركي سوري في نفس الوقت. نعم. قولي بقى ايه المختلف في المطبخ التركي عن المطبخ السوري، وانت بتحب انهي مطبخ اكتر؟ والله يقولك المطبخ التركي هو يعني بيعتمد على الصلصة الحمراء اكتر. الاكل التركي هو معتمد على اللون الاحمر زي العلم التركي، حتى بيعتمد اي زي العلم التركي ده، مو حامي كده حتى في الاكل. انا فعلا ملاحظه ان حتى الخضار بتاعهم الصلصه بتاعته بتبقى تقيله، مش الصلصه اللي هي يعني انت في صلصه وخلاص، لا الصلصه بزمه شويه الطاجن يعني. لانه نحن بالمطبخ التركي ما بنحط ميه لما بنعمل طاجن ما بنحط ميه، يعني لان البندوره اصلا مش محتاجه تحطي ميه، فيها ميه كتير. فدي كمان ميزه يعني موجوده. دلوقتي بنحط برضو الثوم. الثوم هنا بنقطعه قطع صغيره، مش بنعمله شيء اسمه مفروم. مش مفروم يعني، مفروم عفوا انا مش مهووس يعني، بمعنى اصح متقطع، يعني متقطع قطع صغيره. ليه؟ لانه القطع الصغيره بتعطي نكهه اكثر اطيب من القطع اللي المفرومه خالص، المفروم الناعم يعني. ايوه هي بس مشكلتها لما بتيجي تحت السنين كده وتتاكل كده بتسيب اثر في لا هي هي بس لما يدخل الزيت اعتقد ويتشوح تسنين تبقى الريحه هديت خالص. انا بقصد القطع الصغيره كتير مفرومه خالص. مفرومه خالص، مش انت تقصد انها تتهرس فرم كويس، مش تهرس يعني، فرم كويس يعني، بس هي لانه تعطي طعم. في ناس بقى بتعمل ايه، بتريح دماغها وتحط كله في الكبه، البصل مع الثوم، وينزلوا هما الاثنين على الحقيقه انا بعمل كده، بعمل اثنين تكه واحده في الكبه واروح حطهم على طول في الطاسه. الا بقى لو ملوخيه بتاع بنضطر بقى نهرسها كده لوحدها. تمام، الثومه كده تتهرس، وبعدين هتنزل بقى عليها الفلفل. هنزل الثوم وهنزل الفلفل، وبرده انا بقلي اللي هو صلصه البندوره بقليها. انت كل ده هتحطه في الطاسه مع بعض مع البصل والثوم؟ كله هحطه. تمام. طب برضو موضوع الفلفل الاحمر ده، لو مش متوفر بالنسبه لي ممكن اعمل فلفل اخضر بس عشان برضو هو حتى فلفل مش ضروري يعني. انا على صلصه البندوره وصلصه الفلفل خلاص مش ضروري اصلا تحطي فلفل من الاصل يعني. الفلفل بيدي لون بس طبعا. اكيد برضو فيه فيتامينات وبتاع، بيدي لون بيدي طعم برضو. بيدي نكهه طبعا اكيد، بس هو المستخدم الاغلب والشائع الفلفل الاخضر في مصر. الفلفل الاحمر مش موجود وغالي. غالي الاحمر والاصفر والحاجات دي يعني في مصر غالي شويه. هو طعمه اصلا حلو مسكر. لك ماله الفلفل الاخضر، ما زي الفل، هو بيقوم بنفس الدور وبنفس المتوفر يعني. اللي بيشوفنا في بلد متوفر عنده الفلفل يقدر يعمل الفلفل الاحمر. لو البلد اللي عندك الفلفل الاحمر فيها صعب التوفير بتليه، يبقى الاخضر يقوم بالواجب. طبعا يقوم بالواجب، يكون حابه تطلع اهي. ايوه خصوصا مع ستات البيت ما بيغلبوش هنا. ده كل حاجه دلوقتي بيشوفوا لها بدايل، كل حاجه فعلا بنشوف. انا امبارح عمل الدونتس ما لقيتش، ما عملتش السكر البودره اللي كانت عملته دارين وكده، جبت البودنج زي عملت البودنج وغطسته فيها كده وخلاص. طلع كاستر برضو، بس كاستر لونه بني بالظبط كده، خلاص اتصرفت. على فكره في بعض ال المحلات بتاخد جاهز يعني، حاجات جاهزه دي حاجه يعني سهل على نفسها، ما بتعملوش هو من بدايته. لا هم معلمين وبيعرفوا يعملوا، بس عشان الوقت وما يفشل معاهم حاجه بوقت مش مش مضطرين انه يعني. سبحان الله انا كده شفت يعني. انا عاده انا بشتغل في بالكيك وبالحلويات برضو، معجنات يعني عندي دي. عندي طبعا انه شغل فرن يعني بالنهايه برضو، لانه اختصاصي الاساسي هو الفرن. في
حاجات يعني كنت تجيبها من بره باكت على طول تعملها؟ لا والله انا كنت اشتغلها كلها زي ما هي. ما بقى انت الاصل فيها يعني، فاكيد عندك التاتش بتاعك. وعايزين نبقى نشوف في مره بقى الحاجات دي ازاي تطلع زي الايطاليانو وال اكيد وتبع عيله اليانو. بياخد منك وقت اطول يا شيف، ولو عندك ضغط في المكان اللي انت فيه فبتبقى يعني محتاج تنجز. ايه المشكله لما تجيب باكت من ده مثلا وتعمل الطعم بيختلف؟ طعم بيفرق، طعم بيفرق كتير. سر الصنعه بقى. طبعا طعم بيفرق يعني. انا ما بفضل انه الواحد يجيب جاهز يعني. يعني الستات، معظم الستات بتخاف للعجينه تبوظ منها في البيت. عشان كده تقول لك ايه، روحي يا فلانه هاتلنا من الفرن وانت جايه، ولا روحي يا ابني هاتلنا من الفرن حته عجينه نعمل لكم بيها بيتزا. في ستات كتير بتعمل كده. بالنسبه للبيتزا، اصل البيتزا هو ايطاليا. اللي بيصير دلوقتي يعني، انا عندي ملاحظه بالنسبه لموضوع البيتزا، المشكله انه الكل صار يقول لك بيتزا وبيتزا، بس البيتزا يعني المفروض تكون ايطاليه. يعني ما ينفعش معمول على الطريقه الايطاليه، مش اي عجينه. طبعا يعني انا لما بيجي بقول بيتزا وبعمل انه بعمل بيتزا، هي مناقيش يعني، تعرف المناقيش مش كده؟ المناقيش هي مناقيش يعني، العجنه لما تكون كده سميكه طب قول لي يا شيف بقى، بما ان حضرتك متخصص في المعجنات والبيتزا بالذات، في دايما خناقه كده تطلع ما بين الستات، تقول لك البيتزا لازم تكون تخينه. تخين. وفي ناس تقول لك عندك اهو، انا من فريق الرفيع. انا فريق الوسط شويه، مش الرفيع قوي بس لا، يبقى ليها سمك كده شويه. هي بقى البيتزا اصلها ايه بقى يا شيف؟ اللي هي رفيعه خالص ولا الاصل هي رفيعه وطرفها سميكه؟ اللي هي الاطراف المحشيه دي. الاطراف مش محشيه، ما هي اساسا كلمه يعني. هي اصلا البيتزا المحشيه اجت من امريكا الفكره بتاعتها. يعني اصلا ما في حاجه اسمها بيتزا محشيه الاطراف، واصلا هي لما طلعت بعد فتره يعني ما عادت الموضه موجوده، بس لسه في الدول العربيه موجوده حتى في تركيا. بس الرفيعه دي بحس انها مش بتشبع يا شيف، يعني انا هفضل اتهد طول اليوم وبعدين الاهل يجوا ياكلوا كده بألف هنا بسرعه كده ما يشبعوش. احنا عايزين حاجه تشبع بس يعني. إذا عايزة تشبعي من البيتزا يبقى دي بيتزا بنوايا أخرى. دي عيش فينو بقى، دي بنوايا أخرى، بيجيب حتة عيش وحط عليها خلاص الحاجات من بره ويقولوا اشبعوا بقى. دي فكرة البيدة، هنا البيدة بيعملوها كده. عيش تخين وحطوا عليه الجبنة وحطوا عليه بقى اللحمة المفرومة، وماما تقول عليها بيتزا، وماما تضحك علينا وتقول دي الخناقات على فكرة بتاعت البيوت. مالها حبيبي مش بيتزا؟ لا يا حبيبي، انت تلاقي بيتزا احسن من كده، دي نظيفه بره. ايوه نظيفه وحلوه ومعموله بحب. يعني الصراحه سمعت احلى من بره دي كتير يعني، وهي بتبقى احلى من بره يا مامي على فكره، اقعد تزعلي. في حاجات جديده. لو مش احلى من بره، احلى من بره، احلى من بره نفسويتك بالظبط يعني. هو اصلا الشيفات احيانا بيقول لك اكلي انا بيتوتي، والبيوت بيقولوا لك اكلنا زي المطعم. زي المطعم، كل واحد بيرمي على الثاني. ايوه صدق فعلا. تخش المطعم يقول لك ده احنا اكلنا والله اكل بيتي وجميل ونفسه جميل، تخش البيت عندنا ولا المطاعم ولا احلى مطعم بره. لا وفعلا في مطاعم دلوقتي بقت بتتفنن حتى انها تعمل الديكور بتاعها قريب للديكور البيت، عشان البيت وقعده البيت. اعتقد دلوقتي بعد ما الناس اتغربت وسافرت بقت بتميل اكتر للجو البيتي والجو الاسري، حنين بقى للاسره والكلام ده. صحيح. طيب شيف وسيم، احنا دلوقتي شفنا معاك الخلطه، هي حطتها على النار، وهنرجع لك تاني نشوف بقى انت هتفتح البتنجان وهتقليه الاول وهتعمل فيه ايه، ولكن خلينا نطلع معاك. ورجعنا للمطبخ مره تانية، وشيف وسيم والاكل التركي اللي اسمها يعني ارنياريك. ارنياريك ديت انت بقى فتحت بطن البتنجان. انا بطن البتنجان وحطيت ملح، وزعت الملح عليه عشان يطلع ميته. لما البتنجان بيطلع ميته عشان يتقلى صح، طبعا مش الزيت هيكون كتير قليل، مش يغمر، عايز تشوحه بس زي تماما. هو تشويح اكثر شويه من التشويح، منها انه بيدي طعم، لانه البتنجان بدون ملح مش هيدي طعم اصلا، يعني مش هتحسي انك تاكلي بتنجان. فالملح بنتركه تقريبا 10 دقائق ربع ساعه، فبينزل ميه البتنجان بنشفه. انا نشفته. وبالنسبه للحمه، اللحمه قطعتها قطع صغيره، دي اللي الاتراك بيقولوا عليها راس عصفور. راس العصفور. صغيره خالص يعني، مع ان انا مش حتى لو اصغر من كده في وصفات، لكن هم بيسلقوها كده بيحطوها في الخضار كده. حتى لو اصغر من كده مش مشكله يعني، ممكن طبعا باثناء في الكبه كده، باثناء اللحمه ما بتصير. طبعا هنبدا نحط البتنجان، تشوح بقى البتنجان شويه، هزود الحراره تمام.
البتنجان ممكن انه نخلي له شويه براسه. انت بتحطه بال بقول لك انا في ناس بتحب كده عشان لما تسحب من تسحب على طول كده، وفي ناس مش يعني. انا عملت اثنين، عملت الشكل ده وشكل لكل الاذواق تماما، يعني كل واحد حسب ما يحب اللي بيحب. تمام. طبعا البتنجان من الحاجات على فكره الرخيصه اللي مش مكلفه دلوقتي خالص، ونقدر نجيبها بشكل. انت قلت اصلا الاكله دي ينفع تتعمل من غير لحمه، هي الاصل بتاعها انها من غير لحمه اصلا. دي دي بتاعت الكارنيرك. اما اذا النوع الثاني قلت لك عليه اسمه امام بيلدو، فاللحمه مش ضروريه، يعني هي عباره عن حتى في ناس منهم بيعملوا باللحمه الناعمه على دي، لحمه مفرومه. بس مش اسالك عليها، احنا ممكن نعملها بلحمه مفرومه ممكن، بس ممكن نعملها بمكعبات فراخ صغيره بين صدور الفراخ. انا ما عملتها بصراحه بالفراخ. بس ممكن كل حاجه ممكن، كل حاجه ممكن. الاكل اصلا بيحب التنويع. انه فعلا احنا بنزهق حسب من نفس الاصناف ومن نفس وكمان زهق يعني. احنا كستات بيوت ساعات بتبقى محتاره مش عارفه تعمل ايه من كتر ما زهقت. رز وطبيخ، طبيخ ورز، يعني مكرونه بشاميل وكفته. طب يعني انت بتلاقي نفسك يعدي عليك الاسبوع كده ممكن تكوني كررتي حاجات اكتر من مره، وتيجي بقى في يوم تروحي مطلعه كل البواقي. هو ده غدا النهارده، غدا اكلته ما اكلتوش ما ملناش دعوه هتاكل. في ايام تانية قرديحي فول وطعميه، هو ده الغدا النهارده. او انا بستسهل العدس. البتنجان مع الفراخ مش بيجي مع البتنجان كده، مش بي... ما يعني كده انا بشعر تحس انها مش ماشيه قوي، مش ماشيه مع بعض. زي مثلا جبنه الشيدر اطيب شيء مع اللحمه، مش بتمشي مع الفراخ يعني كده طعم يعني. ده بقى الناس الخبيره بقى، يعني الناس اللي التست عندها عالي قوي 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 يعني. لكن احنا غلابه، كل حاجه عندنا بتمشي. مشكله احنا حاطين على بعض بالظبط. طيب خلينا نكمل معاك. انا هكمل بالنسبه للحلويات. طيب خلينا نشوف معاك الحلويات، لكن قبلها نشوف بقى اسعار الخضروات والفواكه واللحمه في مصر النهارده وصلت لحد فين، ونرجع نواصل معاكم مره ثانيه مع شيف وسيم. اهلا بيكم مره تانية. ايوه من الاسعار بقى نروح بقى للحلو بتاعنا النهارده. وبرده الحلو بتاع النهارده شكله كده بسيط، يعني بسكوت و بسكوت وبيض بيض وفانيليا. مش انا قلقانه على البيضتين دول. وده التراميسو. التراميسو مكون من بسكوت. التراميسو هي طبعا بطريقه من الطرق بتاعت التراميسو، اللي هي مثلا بنحط نحن الدقيق بطريقه الفرنسيه، يعني هو صوص لبن فرنسي. دقيق ولبن بس، يعني ما فيش داعي للنشا، وفي منهم بيحطوا نشا، بس انا يعني دي طريقه يعني بتهم بالدقيق ومع اللبن بس وخلاص. بس بنحطه بالخلاط عشان ما يطلع عليه كبتيل. في احسن يعني. الترميسو طبعا من الحاجات برضو اللي يعني ستات كتير بتستصعب عمالها. اعتقد ان هو برضو كويس لو الواحد خد طريقته بشكل سهل يعني. انت عامله كمان بالبسكوت؟ البسكوت كمان هتفرمه ولا لا؟ بس الدقيق واللبن. يعني هو عادة المقادير ممكن تكون على كوباية مية. اذا كان الواحد عنده كوباية مية كده يعني بيعبر بيها على طول، هي دي المقدار بتاعه تقصد؟ يعني هي معروفة يعني. طبعا اذا كانت اكبر شوية منقلل شوية بالنسبة للكمية. انت تعملها بايه؟ كوباية دقيق مع كوباية لبن؟ كوباية دي مع لتر حليب، لتر لبن، وكوباية سكر. كده هي كوباية سكر. كوباية سكر. بس كده. احنا المقادير تنزل معانا على الشاشة. اعتقد المقادير في متناول الجميع. يا ابو مين؟ كان ابو انس. كان ابو انس بتكلموا على ناس تانيين اهو، التانيين برضه هيعملوا معانا البسكوت والبيض والحاجات البسيطة دي يا ابو انس. السكر والحاجات كلها في البيت.
بالخلاط مش ضروري نعمل. فكره بقى احنا نفسنا ايام كتير بنقضيها قرديح يعني، بس لحسن تكون فاكر ان احنا كل يوم عندنا عند براك. لا مش هو لوحده والله، ده ناس كتير كتير جدا فاكر ان احنا طول النهار عند براك، طول النهار على البسفور، وطول النهار حتى كل يوم لحمه وفراخ. مش الكلام ده، مفيش حد بيعيش بالشكل ده اصلا يعني. مش منين الميزانيه تسمح بالاسلوب ده في الحياه؟ انت مكملين بتقضي قد كده الكلام اللي بيتقال على قلبك كتير. ايوه على قلبك كتير، احنا غلابه. بلاش اقول لكم الاستوديو القديم كان عامل ازاي. خلاص. طيب كده انت دلوقتي بنقلب الحلو والحلبي مع بعض دلوقتي. اها بنقلب البيتنجا. دي مش ضروري تعبيها اللتر، خلاص هو بس نخلطه ما دايما نحطهم فوق بعض عادي يعني عشان ما يطلع المي كده. نقدر نقول يعني بالنظر. بالنظر هو عشان ما يطلع اللبن لبره الخلط اذا كان زياده بالخلاط. احنا الاثنين ما عندناش اي ثقه في الخلاط، اول ما بيشتغل بنرجع لورا. لو بعد الهواء ما عنديش اي ازمه. وبرده بحط بيضه. بيضه بنحط عشان ما تخلي يعني تعمل رخو شويه لللبن. وبنحط الفانيليا عشان زنخه البيض برضو. ايوه. طيب بعد ما اللحمه دي هتستوي انت هتروح حاططها في البتنجان من جوه؟ يحشي بيها؟ لا لسه. امال ايه هتعمل ايه؟ احط صلصه البندوره عليها وصلصه الفلفل. وبعدين بحط البندوره وبعدين بحشيها. حلو. القصه دي جميله. انا مشكلتي ان كله تمام ما عدا البتنجان، ممكن اولاد ما يرضوش ياكلوا البتنجان فيروحوا مطلعين الحاجه من جوه وكل انت بقى البتنجان. كل ما بتيجي. طب الوجبه دي الوصفه دي يتعمل معاها ايه؟ رز مكرونه بتاكل ايه؟ جنبها رز. جنبها رز، رز تركي. تغمس بالرز. طيب الخليط ده انت لسه هترفعه على النار؟ لا لا ده مش ده، حطه على النار طبعا. حطه على النار شويه عشان يمسك. حطه على النار بس مش بنحطه بالفرن يعني. شويه كده لحد طريقه المهلبيه بالظبط كده. وبعدين هترص بقى الباكيتات بتاعت البسكوت. تمام. هو البسكوت لازم نغمسه بالحليب عشان اذا ما غمسته مش هيمتص ال ال انت عايزه يبقى هش او يبقى يعني زي الجاتو. طري. زي الجاتو يبقى طري جدا. هتبدا تحطه على النار وبعدين ترص. هكمل عليه اللتر الحليب لتر برضو طبعا بحط الزبده بعدين. طيب شيف وسيمة رجعنا لكم مرة تانية. مايسو خلاص خلص. شيف الحركة بتاعت الشوكة والسكينة دي هو بيحططها بعلم السعودية زمان. طيب السيف والشوكة صح؟ والسلطة كمان. سلطة انت عامل لنا النهاردة سلطة خضراء عادية بس انت حاططها بدل حاططها كبير. بحب انا الخيار المتقشر. يبقى جميل. تمام. طيب احنا كده خلاص خرج ال مش عارفه برضو مش اسمها يعني مش يعني البتنجان. البتنجان باللحمه بالتتبيله اللي جواه بس شكله تحفه. هو لازم بيتاكل مع الصلصه اللي جنبه اللي حواليه دي. انا حطيت معلقه من صلصه البندوره. ايوه. مع ميه سخنه. وطبعا مع ميه سخنه كميه شويه كبيره. فبنحطها بتصير تتسبك شوي شوي بالفرن. وحطيت بقى بعد ما عملت اللحمه عصقتها حطيت عليها قلت دبس الطماطم ودبس الفلفل. دبس الطماطم دبس الفلفل وطماطمايه متقطعه. طماطمايه متقطعه مقشره. مقشره. حشيت بيها من جوه ودخلتها الفرن. ممكن احط عليها جبنه من على الوش كده. ممكن تحط جبنه وبشاميل. ممكن بشاميل على الوش. ممكن. بشاميل. هنعمل بشاميل عشان نحط على بس تطلع دسمه كتير يعني. يا ستي بقى افرضي تطلع الابداع اللي جوانا. انتوا فكروا على الهواء. يعني ابداعات وافكار جديده تخلي الاكله تطلع برده مختلفه وحلوه. طبعا امال لازم نحط التصف بتاعنا. اكيد اكيد يا تسنيم. لك يا شيف وسيم شرفتنا وتسلم ايديك. الله يسلمك يا رب. سعداء بوجودك. شكرا وصول لك يا ندى ولكل مشاهدينا في كل مكان. تسلم يا تسنيم. واتمنى يا رب ان الحلقه تكون عجبتكم فقراتنا ووصفاتنا ونشوفكم باذن الله تعالى بكره في حلقه جديده على الهواء مباشره ودايما معاكم وبيكم بيتنا ومطبخنا احلى.